طيب لبقى لأعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي في كل مكان، ولأعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النادي الأهلي. هقول لك يا أستاذ حامد ما جاء في قرار مجلس الإدارة في دعوة الجمعية للعمومية للانتخاب. وجه مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء العاملين المسجلين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية والذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع يوم الخميس 25/11 اجتماع أول، ويوم الجمعة 26/11 اجتماع تاني بمقر النادي بالجزيرة. ليه؟ للنظر في جدول الأعمال التالي: التحضير التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 15/12/2020. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 عن الفترة من 1/7/2020 حتى 30/6/2021 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات. اعتماد الميزانية والحساب الختامي زي ما حضراتكم شايفين للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل 2021/2022. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 21/2025 سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح زي ما قلت لكم اعتبارا من السبت زي ما تم 16/10/2021 لمدة 7 أيام متتالية حتى الجمعة كان الموافق 22/10/2021 من 9 صباحا وحتى 5 مساء ولمدة 8 ساعات يوميا فيما عدا اليوم الأخير تم التقديم حتى 7 مساء. أيضا الجمعية العمومية كما فوض أو كلفها مجلس الإدارة في اجتماعها القادم معنية بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءا من تاريخ الدعوة ولمدة 10 أيام، بالإضافة إلى زيادة مقابل الالتحاق لعضوية فرعي النادي بالشيخ زايد والتجمع الخامس وكذلك تحديد عدد العضويات الجديدة، النظر في التوصيات الخاصة بالشؤون القانونية وفقا لما تقره اللائحة. وقال خطاب الدعوة: على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من 9 صباحا وحتى 7 مساء، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى 9 مساء إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك. الاجتماع الأول في الغالب بيبقى فيه صعوبة في إن هو يكتمل لأنه بيبدأ الاجتماع الأول يوم الخميس 25/11 في تمام 9 صباحا بالتوقيع بالكشوف وحتى 7 مساء، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة يعني نص عدد الأعضاء اللي ليهم حق التصويت زائد 1، وحال اكتمال النصاب القانوني تتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الانعقاد لاجتماع الجمعية العمومية للاجتماع الأخير.